حذرت الجبهة الشعبية أكبر الأحزاب المعارضة في تونس السلطات من عقد صفقات سرية مع دول خارجية لإعادة المقاتلين التونسيين الذين انخرطوا في القتال في دول مثل سوريا والعراق وليبيا. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي إن السلطات تتعرض لضغوط سياسية أجنبية لإعادة المقاتلين بعد تراجع نفوذ ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق القتال. كشفت الحكومة التونسية أن عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات مسلحة يبلغ نحو 3000 شخص، عاد منهم 800 مقاتل منذ عام 2012، وتم سجن 160 منهم والبقية تحت الإقامة الأمنية الجبرية. اليوم في مستوى الدولة، في مستوى الائتلاف الحاكم، ما تمش إرادة سياسية واضحة لمقاومة الإرهابيين العائدين بأي شكل من الأشكال، وهذا تعكسه وهذا يعكس التضارب في التصريحات اللي كنت نحدثكم فيها عليه. الخطر هو في غياب الإرادة السياسية الواضحة، التصريحات اللي تخلي التوانسة يخشاو من إمكانية وجود صفقة من تحت لتحت سياسية مالية.